وهل وجدت أشخاص يعانون من السحر؟ أكيد أكيد وهل فعلا كان عندهم صحيح، في عندي حالات برموا مشايخ، أو لنقول مشايخ رقاد منيح أو مشعوذين، برموا بلبنان برات لبنان، وبفضل الله رأوا عنا يمكن 3 جلسات ماكسيموم بضلوا معنا المريض، وأغلبيتهم من أول جلسة. يمكن هذا الموضوع الأول والأساسي اللي لفتني إنك حكيت فيه وجرأة، وحكيت إنه كيفية معالجة السحر وإلى آخره. كيف كانت ظواهر عند الشخص إنه هو يعاني من السحر؟ هلا هو بيجي بكون رايح عند كتير ناس، نعم، وسامع خبريات كتير، سحر أسود، سحر جنون، سحر فراق، سحر مقابر، سحر مس عاشق، هيدول كلهم مسميات رب العالمين ما أنزل بها من سلطان. آية السحر موجودة بسورة البقرة، ومن شر النفاثات في العقد بسورة الفلق موجود، ولكن هو هالقد قادر يسيطر علينا. رب العالمين قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني رب العالمين هو لم يرضى بالأذى، ولكن أذن به لسبب ما، وكلهم بيكتشفوا أنه هيدا ليطلع أحلى شي فيهم. كلهم مثلا تجي لعندي اللي معها كانسر، بقول لها شو خدمك الكانسر؟ وهيدي من أصعب الأسئلة، بتطلع فيني شو خدمني، هرالي شعري، تعبني، مرضني، خلصنا مصرياتنا؟ بقول لها لا، فكري مزبوط، وهذا سؤال كتير صعب ما قادرة تجاوبي. فيك تاخدي دوفوار على البيت، يعني ترجعي تحضري، ما في صدقيني ربع دقيقة نص دقيقة بتبلش بتقلي البنفيتس تاعول الكانسر، بتقلي قربني لله، خليني اقرأ قرآن، خليني اتحجب، خليني مخلي الصلاة، يعني ما اقطع صلاة. في وحدة تانية قالت لي جوزي بطل يضربني، ولادي صاروا يسمعوا لي كلمتي، تقربت من ربي. في وحده قصه كتير حلوه اجت لعندي من المانيا، دلوها علي، قلت لها شو نفعك الكانسر؟ اختها هون كانت حتيجي تضربني، قلت هي سكتتها لاختها، قالت لها بلا، قالت لها انا تزوجت وسافرت على المانيا انا وزوجي، وجبت اولادي وتجوزوا وكبروا، وصلت لعمر معين فوق الستين، اجوا دقوا عليها الباب قالوا لها سوري انت ما خدمتي المانيا، ما عملتي شيء، عندك ترحيل. قالت لي وين بدي اجي انا؟ اهليتي توفوا، امي وابوي، بدي اقعد عند اختي ولا عند خيي، عند مرت خيي او جوز اختي او اولاد اختي؟ كثير صعبه. هم اجاها الكانسر. بعد الكانسر شو خدمها الكانسر؟ المانيا اعطوها الاقامه الدائمه، اعطوها بطاقات، اعطوها تو شيفت للنيرس، بيجوا بيضلوا معها طول الوقت، العلاج مجانا، وعطوها تو تيكتس للمواصلات، كل شيء فيه مواصلات داخليه جوات المانيا. نفعها ولا ما نفعها؟ نفعها. ونحن وهيدا جندي من جنود الله، يعني كل مرض هو مخلوق هو جندي من جنود رب العالمين. شو قال رب العالمين؟ برجع انا للحديث اللي هو اساس كل علاجي، تداوى وعباد الله ما خلقت داء. خلقت شو يعني خلقته؟ يعني الداء مخلوق، يعني الفيروس مخلوق، كورونا مخلوقة، كل هدول الأمراض مخلوقين وجايين ليودوا لك مسج، بنفهمها وبيغادروا ونتشكر رب العالمين.